أديب سليمان البلوشي هو العالم الإماراتي الصغير، وهو في الصف السادس الابتدائي، هو ثمرة من ثمار الاتحاد. أنا طبعاً أتكلم عن ابني وأتكلم عن ابن الإمارات أديب البلوشي، أعتبر هذا الطفل أمانة عندي وهو صورة بإذن الله تعالى مشرفة لأطفال الإمارات. نحن من زمان رحنا للمسبح، كل حد دخل الماي لكن أبوي أخذ وقته، فأنا رحت أشوف شو صار. شفته يفسخ الحذاء الطبي، فأنا سألته ليش، وقال عشان إذا أنا دخلت فيه في الماي يعني بيخترق وما أقدر أمشي بدونه. فأنا سألته أنا بأسوي له حذاء طبي ضد الماي، أنا أحب أخترق عشان أبأسرع على الناس بالسباحة وأحب أغوص. جتني اقتراحات كثيرة من مدرسة أديب وحتى من المناطق التعليمية، إنه هو بما إنه هو بهذا الذكاء وهاي ليش ما تعمله سنتين بسنة، يعني يعدي أساس يخلص دراسته بسرعة. أنا الفكرة هاي طبعا لا أؤمن فيها. إذا اليوم الإنسان عنده طاقة قوية خليه يمشي أكاديميا مثل ما هو ماشي، ولكن يستخدم الطاقة الثانية هاي في الإبداع. عندي أنا يعني مشكلة بيني وبينه في اختيار الألعاب، لازم أخذه معاي وأسوي حساب ميزانيتي إني لازم أخذ لعبتين. أنا أحب أخذ لعبة أفتحها أشوف كيف تشتغل أو شو يشغلها وبعدين ألعب فيها. فأديب حياته الطفولية من شقين، عالم وطفل. Don't judge me. أنا أحب ألعب مثلا Call of Duty أو Battlefield. أنا في التكنولوجيا أنا أتابع مثلا البلايستيشن، السوني، الأبل، السامسونج، المايكروسوفت. أنا عندي إنستغرام، فيسبوك، تويتر. شيخ حمدان بن محمد سوالي أنا الفولو، يعني سويت مثلا سويت نفس شيء. يس. واليوم أصبح أديب البلوشي هو ممثل قوي لأطفال دولة الإمارات وأطفال العالم، ومشاركاته في المحافل الدولية نتاج رعاية دولة الإمارات، شيوخنا الله يحفظهم، وحكومة الإمارات. تم ترشيح أديب سفيرا للإنتربول الدولي من جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وهذه كلها أنا أعتبرها مسؤولية تقوي أديب، وإن شاء الله بإذن الله تعالى الله يقدرنا ويوصل أديب لطموحه. أنا بصير عالم من علماء الإمارات ينتفع بعلمي بالخير كل البشر. إذا أنت عندك حلم لا تتركه تقول ما يحتاج، إذا تبغى تسوي شيء لازم تسويه. أنا أديب سليمان البلوشي المخترع الإماراتي.